ارحب معي على الهاتف الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. استاذ احمد عيد اهلا وسهلا والف مبروك التاهل. الله يبارك فيك واهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين ويوم جميل. يوم جميل اكيد بهذا الانجاز او بهذه الانجاز في هذه المرحله المهمه. اليوم استاذ احمد كيف رايتم المنتخب وهل كان التعادل هو المطلب وهل صدارة المجموعة هي الهدف من البداية دون النظر لنتيجة اليوم؟ أولا أحب أن أشكر أشقائنا في دولة الإمارات حكومة وشعب وقيادات رياضية على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافة، وشعرنا دائما وأبدا أننا في المملكة السعودية وفي بيوتنا. كان يوم عرس حقيقة، اليوم عرس من أعراس الخليج في التفاعل الخليجي المكتمل، واكتملت الفرحة بتأهل المملكة العربية السعودية على صدارة المجموعة وتأهل أشقائنا أيضا في الإمارات وصيف. صحيح. كان العمل من بداية التصفيات والتركيز على حسم النتيجة الإيجابية من قبل نهايتها، وبذلك اللاعبين اليوم كانوا في مستوى الحدث. صحيح. خاصة وأن الأعصاب ما كانت مشدودة لكسب نتيجة المباراة بأي طريقة، بل كان التوازن ما بين الدفاع والوسط والهجوم، وأيضا التوازن في الاستفادة من الوقت، وبالتالي استطاع المدرب واستطاع الجهاز الإداري والجهاز الفني والأبناء اللاعبين أنهم يستفيدوا من كل الإمكانيات المسخرة لهم. جميل. وبالتالي تأهلنا ولله الحمد. الحمد لله. أبو رضا خليني بس نسأل عن نقطة مهمة. اليوم المدرب يعني أنجز في هذه المرحلة وتأهل بالمنتخب، ولكن الحديث عن استمراره من عدم استمراره وضعتهم شروط لذلك، ماذا يدور في قادم أو ماذا سيدور في قادم الأيام مع المدرب؟ أحب أن أطمن الجميع أنه وصلنا إلى مفاوضات شبه منتهية على توقيع العقد لمدة سنتين قادمة حتى تنتهي التصفيات، وحتى يتم أيضا مشاركاتنا القارية الأخرى. المدرب لديه بعض التحفظات على بعض بنود العقد، لكن لن نبعد كثير على تجاوزها، وأنا أعتقد أنه التوقيع مع المدرب للمرحلة القادمة مطلب خاصة، وأنه قدم شيء كثير، واستطاع اللاعبون خلال المرحلة الماضية أن يتأقلموا مع منهجه وطريقته وأسلوبه. جميل. ورجل لديه الكثير بأن يقدم كرة القدم في المملكة، ونحن على قرب كثير من توقيع العقد. جميل. هو المرة اللي راحت تحفظ أبو رضا، ولكن في النهاية يعني استسلمتم لتحفظاته، خلينا نقول، أو يعني كان الرجل تحفظ على بعض الأمور في مسألة بقائه الدائم ولم يبقى دائما. فهل هذا الشرط يعني هو شرط موجب من ناحيتكم على الأقل في العقد الجديد؟ العقد الجديد حيكون عقد مختلف تماما عن العقد السابق. لدينا متسع من الوقت في إبرام اتفاقيات أفضل مما كانت عليه في المرحلة الأولى. لكن أنا أؤكد للجميع أنه الاستقرار مطلب، ووجود مدرب بحجم السيد مارفيك إضافة لكرتنا السعودية والكرة الخليجية والكرة الآسيوية. صحيح. وبالتالي احنا سنتنازل عن بعض الشروط كما هو يتنازل أيضا عن البعض الآخر، ونصل إلى طريق. هل شرط بقاء في المملكة من عدمه هو يعني مما ستتنازلون عنه أو يتنازل عنه؟ لا طبيعي انه تواجده في المملكه سيكون متواجد في المملكه، وسيكون له سكن في المملكه، ولا اعتقد انه نحن حنتنازل كثير عن الفتره اللي حيكون فيها في المملكه. سيقضي اكثر الفترات في المملكه العربيه السعوديه، وسيراقب جميع مباريات الدوري السعودي او اغلبيتها، وبالتالي يكون قريب من الأحداث الرياضية في المنطقة. متى نتوقع أن يحسم هذا الأمر بالتوقيع أقصد؟ قريبا إن شاء الله. قريب. عندنا الآن من الآن إلى نهاية جون.
صحيح. متسع من الوقت، ولكن البرامج أعدت الاتفاقية مكتملة ولله. جميل. ستنتهي يعني على خير إن شاء الله فترتكم الرئاسية لرئاسة الاتحاد السعودي في سبتمبر، أو عفوا في نهاية منتصف الموسم القادم، وقتها يكون المنتخب لاعب في التصفيات مباراتين. كيف لكم يعني أن تعدوا منتخبا لا تؤثر فيه هذه التغييرات؟ أولا البرنامج سيبدأ إن شاء الله من غد، يطلعنا على السيد ماربك على كل المعسكرات القادمة والترتيبات القادمة، وسيكون البرنامج مكتمل حتى نهاية التصفيات النهائية. ووجودي في هذه الفترة هو للإعداد في المستقبل، ولا نختلف في أنه الإعداد يجب أن يكون إعداد مبكر. صحيح. واللوائح والأنظمة وتطبيقها سيكون مكتمل مع نهاية هذه الفترة، وإن شاء الله وأوعد أنه من سيستلم زمام دفة الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجد كل التنظيمات موجودة، وسيجد كل الترتيبات مكتملة بحول الله. جميل. الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبروك مرة ثانية وشكرا على هذه التوضيحات. هو عنده رحلة، عشان كذا يعني استعجلنا عليه في الاتصال في بداية الحلقة.